إذا هو فريق منسجم تبارك الله في أوتو تقريبا 71% يعني في مستوى جامعي، معدل ديال العمر هي 40 سنة، 61 عضو، فيه الناس اللي أول مرة كيعملوا السياسة، فيهم الناس اللي عاملين السياسة، فيهم الشبيبة ديال الحزب، فيهم المرأة، فيهم ناس من المجتمع المدني. الكل عنده هدف واحد، هو يخدم الناس ديال المدينة، يخدم مدينته، لأن مدينته تستاهل الحسن، باسكو فيها تراجع وفيها إمكانيات أنه نديرو قفزة نوعية بالنسبة للمشاريع الكبرى اللي غادي تجي في هذه المنطقة، وبالنسبة للمشاريع وحنا في حاجة لصحة أحسن، في حاجة لطرق أحسن، لإنارة أحسن، يعني في جامعات أحسن. الشباب خصو يلقى بلاصتو وتكون هذه المدينة ديالو. الثقافة يعني الأمازيغية خصها تبرز وسميتو، والثقافة بصفة عامة تكون يعني موجودة داخل المدينة. هذا برامج اللي هي متعددة، مع كذلك فرص للشغل، خصها تكون اون فيل اتراكتيف باش ان شاء الله السنوات المقبله على الاقل خص تكون واحد 100,000 امبلوا لهذا الشباب اللي كيتوجد في المستقبل. فسنشتغل ان شاء الله بكل حزم، بكل ديتيرميناسيون، باش نعاونوا المواطنين ونعاونوا الناس ديال اكادير، باش المدينه عاود تاخذ المكانه اللي كتستاهل في المستقبل. شكرا لكم.